حذرت وزارة الصحة من خطورة انتشار السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أهمية الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا. فيروس المتحور السلالة الجديدة هي أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية والتي بدأت من ديسمبر 2019. تحذيرات تؤكدها الأرقام والأدلة العلمية أطلقتها وزارة الصحة في مملكة البحرين، وتعززها تصريحات الكوادر الصحية في المملكة، وكل ما قيل يؤكد على أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا أسرع انتشارا من الفيروس الذي بدأ انتشاره في نهاية عام 2019 وتسبب في أزمة على مستوى العالم. وهذا يستلزم من الجميع ليس فقط الالتزام بجميع هذه الاحترازات، نحن نتكلم في هذه المرحلة عن الالتزام الجاد والتام بجميع هذه الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في أي منها. ونؤكد على أن الإصابة بهذا الفيروس المتحور وأعراضه هي تشابه الإصابة بالفيروس الأصلي والإنفلونزا الموسمية، ورجاء الابتعاد عنا كأشخاص عن تشخيص هذه الأمراض، وإذا كان أحد يكون عنده أعراض فيرجى الاتصال ب 444 وراح إن شاء الله يتواصلوا معهم لإعطاهم التعليمات اللازمة. وزارة الصحة أكدت بحسب الدراسات والنتائج الأولية العالمية إلى قابلية الانتقال بشكل سريع لهذه السلالات المتحورة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحالات القائمة اليومية واحتمالية زيادة الحالات الشديدة وحالات الوفاة. فزيادة الحالات القائمة يؤدي بعلاقة طردية في زيادة معدلات الحالات القائمة التي تحتاج للعناية الصحية نتيجة مضاعفات الفيروس التي قد تؤدي للوفيات في مختلف الفئات العمرية. كما أكدت وزارة الصحة أن صغار السن ليسوا بمنأى عن السلالة المتحورة، إذ كشفت الدراسات أنها تسببت في زيادة الحالات على مستوى العالم بنسبة أكبر في الفئات العمرية الأصغر سناً. إذن فما الحل لتقليل انتشار الفيروس المتحور والتخفيف من آثار هذه الجائحة؟ النقطة الأولية الأهم اللي هي بنسبة ومعرفة انتشار هذا الفيروس المتحور أكثر من الفيروس اللي كان منتشر في العام الماضي في 2020، هي جميع الإجراءات الاحترازية هي نفسها، يجب الالتزام بها جميعا. وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكدوا بشكل جلي أن الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في مملكة البحرين منذ بدء الجائحة هي ذات الإجراءات التي تحتاج إلى المزيد من الالتزام في التطبيق. يضاف إلى هذه الإجراءات ضرورة الإقبال على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحد من انتشار هذه السلالة الجديدة شديدة العدوى، والتي يمكن أن تنتقل بصورة أسهل وأسرع في المجتمع في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.